أعلنت الاتصالات الفلسطينية أن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقا للفصل مرة أخرى. في الأثناء ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن أسوأ قصف في العدوان يجرى حاليا في جنوب قطاع غزة، ووصف المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر الخسائر حاليا في صفوف الأطفال بالفادحة، مناشدا المجتمع الدولي بالقيام بواجباته لإنقاذ الأطفال.